السلام عليكم. قد قيل الدين أس والملك حارس، وما لم تكن له أسس فمهدوم، وما لم يكن له حارس فضائع. في الدولة السعودية الأولى رجحت كفة العدل والاستقرار، فكان حفظ الدنيا لدولة فسطاطها الإسلام وعمودها الإمام وأوتادها الناس. نتحدث في هذه الحلقة عن ملامح الإدارة في الدولة السعودية الأولى، وللحديث عن ذلك يسعدني أن أرحب بضيفي وضيفكم الباحث في التاريخ الأستاذ علي الصيخان. أهلا أستاذ علي، حياك الله. الله يحييك أستاذ. أول ما نتحدث عليه يتبادر إلينا لفظ الإمام. نعم. الإمام محمد، الإمام سعود، الإمام عبد الله إلى آخره. لفظة الإمام من أين أتت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مصطلح الإمام هو مصطلح موازي للحاكم. الواقع أنه في يعني المصادر التاريخية لا تسعفنا في تلك الفترة بأنه كان هذا المصطلح أو هذا اللفظة كانت هي المعمولة والدارجة. لم نقف، أنا أتكلم عن نفسي، لم أقف على رسائل تذكر إلى الإمام كذا أو كذا، ولكن يذكر الدكتور محمد عبد الله العثيمين رحمه الله أن أول من أطلق لفظة الإمام على حكام الدولة السعودية الأولى هو المؤرخ المعروف عثمان بن بشر المولود عام 1210 المتوفى عام 1290 للهجرة. فكلمة الإمام تعني الحاكم، وكان يعني الإمام محمد بن سعود مثلا كان يعني يسمى بالأمير، وكذلك ابنه عبد العزيز بن محمد وأنه الحاكم الثاني، ثم الحاكم الثالث الإمام سعود بن عبد العزيز، وآخرهم الحاكم الرابع الإمام عبد الله بن سعود الذي في عهده سقط حكم الدولة السعودية الأولى. يعني كأني بك الآن تقول أنك كان الأئمة لا يسمى من الناس أو في الرسائل السياسية بالإمام. نعم. إنما إلى عبد الله بن سعود كان يسمى الأمير. نعم. والذي أتى باللقب هو ابن بشر في تاريخه. نعم. طيب ما الذي جعل ابن بشر يجعل هذا المصطلح؟ لأن هذا المصطلح سلمك الله أصبح هو اللفظة الدارجة على رأس الدولة في الدولة السعودية الثانية. والمؤرخ عثمان بن بشر رحمه الله هو المؤرخ الرسمي للدولة السعودية الثانية، كما أن الشيخ حسين بن غنام هو المؤرخ الرسمي للدولة السعودية الأولى في كتابه تاريخ المعروف بتاريخ بن غنام. فمن هذا طبعا هي المسألة كلها قراءات واستنتاجات، يعني من ناحية أن عثمان بن بشر هو من أطلق هذه اللفظة في تاريخه، لأن كان تاريخه شامل، يعني تاريخ الدولة السعودية حتى سنة 1267، فهو يشمل أيضا في تاريخه حتى الدولة السعودية الأولى، فكان يسمي حكام الدولة السعودية الأولى كان يسميهم بالأئمة. ومتى أصبح مصطلح سياسي مؤكد؟ يعني بعد ذلك، يعني حتى أن يعني الإمام عبد الرحمن الفيصل وهو آخر حكام الدولة السعودية الثانية وأول حكام المملكة العربية السعودية حتى تنازل لابنه الملك عبد العزيز رحمه الله، حتى أن الملك عبد العزيز رحمه الله كان يسمى بالإمام لفترة، يعني في بداية التأسيس، في بداية تأسيس المملكة، لكن بعد ذلك سمي بعدة ألقاب مثل سلطان نجد وملك الحجاز وملحقاتها، ثم بعد ذلك عندما تم التوحيد عام 1351 وأطلق اسم المملكة العربية السعودية تلقب الملك عبد العزيز بملك المملكة العربية السعودية. طيب ما هي مهام الإمام التي كان يقوم بها؟ إذا عرفنا أن الإمام أنه هو الحاكم العام للدولة، فهو على قمة الهرم السياسي في الدولة، فكل الشؤون الدولة ترجع إلى هذا الإمام، الشؤون السياسية، الشؤون الحربية، الشؤون الأمنية، الشؤون الاقتصادية، حتى الشؤون التعليمية كان يتولاها الأئمة في الدولة السعودية الأولى.
فكل ما يتعلق بشؤون الدولة من يعني عقد المعاهدات والصلح، الأمر الثاني اللي هو شن الحرب أو إعلان الحرب على طائفة معينة أو جهة معينة هي بيد هذا الإمام، أيضا هو المشرف العام على يعني هو القضايا الأمنية، يعني تطبيق الحدود الشرعية التي كانت يصدرها القضاء كانت بيد الإمام، يعني هو الإمام هو الذي يأمر بتنفيذها يعني، وكذلك حتى الأمور الاقتصادية والمالية فهو المسؤول الأول عن بيت المال، يعني بيت المال هو الذي يعني تجعل فيه الأموال التي يعني تتحصلها الدولة، وكانت يعني موارد الدولة في ذاك الوقت تقريبا منحصرة في الزكاة، ومن أهم الأمور اللي كانت تزكى وهي الإبل والغنم، بالإضافة إلى تزكية الزروع والثمار مثل التمور والحبوب، بالإضافة إلى عروض التجارة، هذه من ناحية اللي هو مصادر بيت المال. فهو كان المسؤول يعني مسؤولية كاملة عن هذه الموارد في تحصيلها، يعني حتى كان هو الذي يعين الذين يجبون الزكاة العاملين على الزكاة، وطبعا هؤلاء لهم مرتبات مخصصة من الدولة مثل ما كان هناك يعني مثل بقية الموظفي الدولة، وإن كان النظام يعني لا يقارن بهذا النظام، ويعني النظام كان بسيط في ذاك الوقت. لي عودة للحديث معك، لدينا تقرير نعود إليك بعده. بيت الحكم السعودي نفح من عراقة الجذور وامتداد أصيل لشجرة العز والمجد الأثير، في سماء التضحيات نجوم تسطع وفي الملمات شهب تلمع، الأمير عبد الله بن محمد بن سعود نبت في أرض البسالة والفداء ارتفع. هو الأمير عبد الله بن الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، وهو والد الإمام تركي بن عبد الله مؤسس الدولة السعودية الثانية. لم يتولى الحكم، ولكن انتقل الحكم إلى ابنه الإمام تركي فأصبح في ذريته حتى اليوم، بعد أن كان في فرع شقيقه عبد العزيز بن محمد بن سعود ثاني حاكم من آل سعود، وكلاهما ابنا محمد بن سعود بن محمد بن مقرن مؤسس الدولة السعودية الأولى. سار الحكم السعودي والإمامة في الدولة السعودية الأولى من الإمام محمد بن سعود، فابنه عبد العزيز، فسعود بن عبد العزيز، وأخيرا عبد الله بن سعود. وللأمير عبد الله بن محمد بن سعود 5 أبناء، أحدهم هو الإمام تركي، وقد قتل 3 من هؤلاء 5 في معركة الدرعية، ونجى 2 من تلك المعركة وهما الإمام تركي بن عبد الله وأخوه زيد. ولقد كان الأمير عبد الله بن محمد بن سعود يكلف بقيادة بعض السرايا. عدنا إليك أستاذ علي وما زلنا في الحديث عن ملامح الحكم والإدارة في الدولة السعودية الأولى. قاعدة تولي الحكم آنذاك، ما هي الآلية التي كانت تسير عليها؟ بالنسبة لتولي الحكم هو طبعا تعيين الابن الأكبر، وهذا ما حصل بعد في عهد بعد وفاة الإمام محمد بن سعود الحاكم الأول للدولة السعودية الأولى، لما توفي عام 1179 تولى ابنه الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود الحكم. إلا أن الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود يعني اتخذ طريقة أخرى جديدة، وهي مبايعة ولي العهد في حياته، حيث أنه في عام 1202 بايع ابنه سعود وهو الابن الأكبر من أبناء الإمام عبد العزيز، بايعه بولاية العهد أن يكون ولي عهده بعد وفاته، وهذا ما حصل بعد مقتل الإمام عبد العزيز محمد عام 1218. وكذلك قيل أن الإمام سعود فعل نفس الشيء مع ابنه الإمام عبد الله بن سعود آخر حكام الدولة السعودية الأولى. إذن الفرق بين الأمرين هي في الابن الأكبر. نعم. الفرق أن لما أتى الإمام عبد العزيز بن محمد بايع بولاية العهد وهو ما زال على قيد الحياة. نعم. صحيح. طيب ناتي الآن إلى فن نسميه فن
إدارة الأقاليم وشؤون الحكم. ما هي الطريقة التي كان يسير عليها الإمام في عقد جلساته؟ مثلا التواصل مع أمراء سميناهم أمراء الأقاليم. نعم. بالنسبة للحكم كان مبسط، يعني ليس في تعقيدات الحكم والإدارة في زماننا هذا مثلا. فكان الإمام له ديوان في قصره في الدرعية، يعقد في هذا الديوان جلسات يومية مع مستشاريه وقضاته، ويفد إليه أيضا أمراء الأقاليم الذين قام بتعيينهم، أمراء الأقاليم وأمراء البلدات وشيوخ القبائل أيضا كذلك كانوا يفدون إليه. فيحدث هناك كثير من الاستشارات في عملية قضية، مثلا كان يستشيرهم في قضية مثلا السلم أو الحرب، في وهذه من أهم الأمور التي كانت يعني يعتني بها الإمام في ذلك الوقت. طيب، ونحن نتحدث عن أمراء الأقاليم، الذي يقرأ التاريخ وأريد الإجابة منك، يلاحظ أن بعض أمراء الأقاليم هم الذين يحكمون تلك الأقاليم في فترة من زمن ما من ذلك التاريخ. ما هي الصفات والسمات التي كان يراها الإمام في هذا الأمير على الإقليم فيعينه من خلالها؟ الواقع أن أئمة الدولة السعودية الأولى وكذلك حتى أئمة الدولة السعودية الثانية رأوا أن طبعا في كل إقليم من الأقاليم أو كل بلدة من البلدات، سواء كانت في نجد أو في غيرها من أجزاء الجزيرة العربية التي دخلت تحت الحكم السعودي في الدولة السعودية الأولى، كان هناك أسر حاكمة متوارثة للحكم. هذه الأسر بعضها بايع طواعية ودخل في الحكم الدولة السعودية ولم يحارب ولم يعني يبارز الدولة السعودية الأولى بالعداء. لذلك رأوا أئمة الدولة السعودية أن يبقى هذا الحكم في تلك البلدات أو تلك الأقاليم في تلك الأسر، لأنهم هم أعلم الناس بشؤون أقاليمهم ومدنهم، أعلم من لو يأتي يعني أمير من خارج هذه تلك البلدة. طبعا هم يهتمون في المقام الأول بصلاحه الديني وسمته وسعة أفقه وقدرته على الحكم. فكانوا الأئمة يعني ينتخبون تلك القيادات بتلك الشروط يعني، وكانوا يراقبونها أيضا، يعني كانوا يراقبون يعني تصرفات هؤلاء الحكام أو الأمراء الذين يضعونهم. ونفس الكلام يقال أيضا على شيوخ القبائل، يعني القبائل لها زعامات أسرية. جميل، ولدينا تقرير نعود إليك بعده، فأذن لنا. على أرض من شموخ تنتصب مداميكها، وفوق أديم الإباء تتصالب أمجادها، في رمزيتها تتجلى معاني البطولة والفداء. قلعة غياب صمود باسق يستقي تاريخه من كفاح الأبطال ويروى للأجيال. قلعة الصمود السعودي والكفاح الوطني من أمنع المواقع الحصينة في شبه جزيرة العرب، فقد حازت على شرف الوفاء والإخلاص والتضحية في عهد الدولة السعودية الأولى. تقع قلعة غياض في بلدة قفار التاريخية التي أنشأها بنو تميم، وأصبحت مرتبطة بهم ارتباطاً لا انفكاك عنه. وتقع قفار في الجزء الشرقي من جبل أجا جنوب غرب مدينة حائل، وشيدت في عام 1175 من الهجرة، وتصدت قفار وقلعة غياض فيها لحملة إبراهيم باشا بعد سقوط الدرعية، كما اضطرت حملة الباشا للبقاء على بعد حوالي 3 أكيال في جنوب شرقي قفار، وبقي جنودها ينتظرون حصول ثغرة في صفوف أهالي قفار ليستطيعون من خلالها الولوج والسيطرة، لكن وجود العدو لم يزد أهل قفار إلا التفافا وتلاحما للدفاع عن كيانهم. قلعة غياض تاريخ لشموخ ومآثر بطولية تحكي قصة نضال وتضحيات وفداء لا يمكن أن تنسى مع الزمن. عدنا إليك أستاذ علي، وما زلنا في حديثنا حول ملامح الحكم والإدارة. أرجع بسؤال حول الإدارة المالية، هل ورد في الدولة السعودية الأولى أو الثانية سك للعملة؟ الواقع أنه في خلال الدولة السعودية الأولى وحتى الدولة السعودية الثانية لم تكن هناك عملة للدولة تم سكها.
على خلاف ما كان معروف في التاريخ الإسلامي، يعني الإمارات التي قامت والدول التي قامت في التاريخ الإسلامي يعني منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام وحتى يعني فترة قريبة، كانت هناك الدول تسك عملة باسمها، فكان يوضع عليها اسم الخليفة أو الأمير أو الحاكم الذي سكت هذه العملة في زمنه. لكن هذا لم يحدث في الدولة السعودية الأولى. كان هناك مجموعة من العملات كان المتداولة قبل الحكم السعودي، ومنها عملات عثمانية كالزر، ما يسمى بالزر والليرة، وعملات أيضا هندية، وهذه أغلبها تكون في ساحل منطقة الخليج العربي مثل الروبية والآنة وغيرها من بعض من العمل. وهناك أيضا لكن الشهرة في نجد لعملة دولار ماريا تريزا أو تيلر ماليري تريزا الذي يسمى في نجد الريال الفرنسي، حتى أن هذا الريال الفرنسي استمر حتى بقيام المملكة العربية السعودية، ثم بعد ذلك استبدل لما سك الملك عبد العزيز أول عملة لما دخل إلى مكة المكرمة. فدولار ماريا تريزا طبعا ينسب إلى ملكة النمسا وهنغاريا وبوهيميا الملكة ماريا تريزا. طيب السؤال، لماذا لم يسك عملة؟ ما السبب هنا؟ لا أدري الواقع ما هو السبب، يعني المصادر يعني ضعيفة في هذا الجانب، لا تقدم لنا إجابة على هذا السؤال. لكن هناك بعض الاستنتاجات، يعني قد يعني مثلا يرون انه لا توجد مثلا التقنية التي كانت يعني ربما تمكنهم من سك العملة باسمهم، فرأوا ان ابقاء العملات التي كانت متداولة يعني هو الافضل. ولا ادري بالضبط حقيقة، ليس لدي جواب شافي في هذا الموضوع. طيب انتقل من الإدارة المالية الى إدارة أمنية. نعم. بلد مترامي الأطراف وبالذات في الدولة السعودية الأولى. نعم. إدارة الجيوش، أنا أريد الأمن والدفاع هنا، كيف كانت تدار؟ الواقع أنه لم يكن للدولة السعودية جيشا نظاميا، إنما كان كل الذكور والرجال البالغين في زمن الدولة السعودية الأولى يعتبرون أنفسهم مجندين، وكانوا يرونها ذلك واجبا مقدسا متى ما دعوا إلى الغزو وإلى الجهاد، حتى أنهم يعني الكثير منهم كان يعني مسلحا ببندقيته برمحه بسيفه بخنجره، فكان حتى أنه يحضر طعامه معه. فكان الإمام إذا أراد غزوا لجهة من الجهات أو أراد رد هجوم خارجي، فكان يرسل إلى أمراء البلدات وأمراء المناطق أو أمراء الأقاليم بتعبير أصح، أنه استنفروا ما لديكم من الغزو. فهو كانت التجنيد في أو تجيش الجيش في عهد الدولة السعودية الأولى كان إما بالجانب الإلزامي أو بالجانب التطوعي، وهو أكثر الحالات حسب الحالة يعني طبعا. فكانت طبعا أسلحتهم في ذلك الوقت كانت أسلحة يعني المعروفة مثل السيف والرمح والخنجر بالإضافة إلى البنادق بشكل رئيسي. ولا كان يغنم من مدافع؟ طبعا المدافع التي يعني هوجمت فيها الدولة السعودية الأولى في بداية التأسيس، غنمت الدولة السعودية الأولى الكثير من المدافع، استخدمتها بعد لما أتت غزوات والي مصر محمد علي باشا، استخدمتها بشكل قوي يعني. طيب وقضية الأمن في نص دقيقة، حول العسس حفظ الأمر كيف يعني؟ الواقع أنها يعني الدولة السعودية الأولى قدمت أمر يعني من أعظم الأمور الذي اتفق عليها كل الكتاب، سواء كانوا عربا أو كانوا سعوديين أو كانوا غير سعوديين، أن الأمن استتب في الجزيرة العربية لأول مرة بعد قرون عديدة جدا. يعني بعدما نقلت الخلافة في عهد الإمام علي بن أبي طالب إلى الكوفة، أصبحت الجزيرة العربية يعني الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود. فالدولة السعودية الأولى الواقع أنها قدمت في هذا الجانب يعني أمر يذكر ويكتب بمداد من نور. وسأعود لبقية النور معك، تقرير قصير نعود إليك بعده. حنكة القيادة وفدائية الروح وصلابة الميراث ومجابهة الأخطار بعض من صفاته، ظفر بشرف الإمارة على الأحساء فكان بالثقة جديرا،
ولم يحل بينه وبين ولائه ووفائه وإخلاصه حائل. سليمان بن ماجد نبتة زكية من أبطال أماجد. هو سليمان بن محمد بن ماجد الناصري من القادة الثقات ومن الأبطال الذين كان ممن وثقت بهم الدولة، فكان لهم دور مشهود في عهد الدولة السعودية الأولى، فتفانى في خدمة الدولة السعودية الأولى بكل إخلاص، وسجل اسمه في أشرف المواقف، فحظي بشرف تعيينه أميرا على الأحساء في وقت لا يعين في الإمارة وفي إقليم كبير كالأحساء إلا رجل بلغ الأشد من عمره وحنكته وشكلته التجارب والأيام. شارك في وقائع ومعارك الدولة السعودية الأولى بالأحساء مع الإمام سعود بن عبد العزيز في عهد والده الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، حيث أثبت جدارته وشجاعته وصبره في الحرب. عدنا إليك أستاذ علي، وأتحدث في محورنا الأخير حول شيوخ القبائل وأثرهم في الاستقرار والأمن في الدولة السعودية الأولى وكذلك الثانية. ما في شك طبعا أن شيوخ القبائل هم مكون رئيسي ومهم جدا في الدولة السعودية الأولى وإلى يومنا هذا، ولهم إسهامات قوية جدا في الوقوف مع الدولة السعودية الأولى، في من ساند الدولة السعودية الأولى في فتحاتها وفي غزواتها وفي صد الهجوم الخارجي عليها. وهؤلاء المشايخ لهم تقديرهم عند أئمة الدولة السعودية الأولى، وإلى يوم الناس هذا لهم يعني مساهمات قوية جدا في حفظ الأمن، حيث أنهم كانوا يعاقبون من يخل بالأمن من أبناء قبائلهم، فكانوا هم مسؤولين عنهم مسؤولية مباشرة أمام السلطة المركزية في الدرعية. فهذا يعني دورهم يعني الحقيقة يحتاج إلى حلقة كاملة دور شيوخ القبائل، لأن المجتمع كان في السابق إما يعني أسر أما يعني أناس متحضرون يقيمون في بلدات والقرى، وأما قبائل تتنقل يمنة ويسرة بحثا عن العشب والكلاء والمطر وغير ذلك، ولكنهم هو مكون رئيسي في الدولة السعودية. إلى أي مدى ترى أن الأئمة يعني استفادوا من قضية إدارة هذا المكون في البلد والدولة لبث الأمن والأمان؟ هم زي ما قلت أنا قبل شوي أنهم بالنسبة للشيوخ القبائل كانوا يعني يحاسبون من يخرج على القانون أو النظام من أبناء قبائلهم، فكان يعني كل قبيلة كل شيخ قبيلة كان مسؤولا عن قبيلته وعن ما يحدث يعني من قطع طريق مثلا أو شيء مما يقوم به بعض الأشخاص، فكانوا هذا الفعل وهذا العمل هو من عزز الجانب الأمني في الدولة السعودية الأولى. الباحث التاريخي الأستاذ علي الصيخان، شكرا جزيلا لك.